عايز مسرح ليه؟ ده سؤال منطقي جدا. هو مين مش محتاج مسرح؟ يعني كل فئات المجتمع محتاجة مسرح، لأن المسرح أنا شايف إن هو وسيلة محترمة جدا وراقية جدا للارتقاء بالمجتمع. طول ما احنا عندنا إمكانية إن أنا لما أخرج أروح أتفرج على حاجة بتديني مش عظة ومش بشكل مدرسي، ولكن بشكل فني وبشكل محترم، فأنا شايف إن الكلام أصلا عن أهمية المسرح كلام مفروغ منه. يعني ده خد ما يجيبش زبد، احنا عارفين ان المسرح مهم، لكن علي ليه عايز مسرح؟ لان علي في رحلته في مصر دلوقتي عمل 11 محافظه في الستاند اب كوميدي، فيهم محافظات كانت اول مره يحصل فيها ستاند اب كوميدي شوز اصلا. وبالمسرحيه بفريق المسرح اللي معايا مصر اتنين راكب، رحنا كفر الشيخ وطنطا وعرضنا في بيت الرصيف كتير. طول الوقت بقابل موهوبين في الرحله بتاعتي دي، موهوبين بشكل مفزع، اللي هو تتفاجئ ان مصر فيها حاجه زي كده، وتتفاجئ ان مصر فيها اصوات وقدرات تمثيليه ومواهب بالشكل ده. ومتهيألي ان كل الناس، مش عايز اعمم، ولكن كلنا بنشوف موهوبين في البيت او في الشغل او في التاكسي او كده، بتلاقي واحد صوته كويس، بتلاقي واحد بيكتب شعر، بتلاقي رسام، بتلاقي، بس الموهوبين دول كلهم بيدفنوا الموهبه دي ويحطوها يا اما في الكارير بتاع اكل العيش، يا اما في اماكن بتستنزف هذه الموهبة، زي ما بيحصل مع مواهب كتير جدا من شركات إنتاج بتستنزفهم وبتجهضها، ومصر مش بتستفيد حاجة، ولا الموهوب بيستفيد حاجة، ولا الجمهور بيستفيد حاجة. فمن خلال هذا المشروع بحاول أقول إن في موهوبين كتير جدا، في مسارح أوريدي مأهولة تابعة للدولة محدش بيستغلها. ولما الموضوع، لما الحملة بدأت تزيد، فوجئت إن في، إن الموضوع طلع أعمق في كتير جدا مما أتخيله. لقيت إن في مسارح بتتسرق، ومسارح بدفع ضرائب كمواطن، كلنا بندفع ضرائب كمواطنين، بتروح الضرائب دي في هيئة ميزانيات للتجديد والتطوير و وفي أصول ثقافة ومسارح تابعة للدولة بتبعت حاجة زي تقارير، يعني إن إحنا عملنا العرض الفلاني والعرض الفلاني ده ما حصلش، وبياخدوا الفلوس دي. بس المسرح دلوقتي ما بقاش زي زمان، يعني ما بقاش فيه جمهور كتير زي زمان. تفتكر أنت المسرح اللي أنت عايز تاخده هتقدر ترجع جمهور المسرح لزمان؟ أوكي، مفيش مسرح زي زمان، ده معناه ان انا عايز مسرح. مفيش جمهور زي زمان، فده معناه ان انا عايز مسرح. مفيش الفن بتاع زمان، فده معناه ان انا عايز مسرح، لان ستيل عندنا نفس المواهب ويمكن اكتر. عندنا دلوقتي ان احنا في عصر مختلف وفي امكانيه على التواصل اعلى، فده معناه ان احنا ممكن نلم الناس دي. بالنسبه بقى للسؤال بتاع هل تقدر تعمل ده؟ اه الحمد لله اقدر اعمل، لان انا مش لوحدي، ولان انا مش ماشي كده وخلاص، لا انا عندي استراتيجي ماشي عليها، بدليل ان انا عارف امتى اطلع اتكلم، امتى ما يبقى عندي حاجه جديده، فاتس اوكي ممكن اصور النهارده اقول حاجه جديده. معايا فريق 75 شاب، ده غير الناس اللي هم نقدر نقول الداعمين او الفالنتيرز اللي انا بشكرهم جدا بالمناسبه، كل اللي بعتوا لي رساله يقولوا لي ان احنا عايزين نبقى معاك نعمل اي حاجه، حتى وهم مش موهوبين موهبه ليها علاقه بفن. يعني في دكاتره، في محامين، ناس بتفهم في المحاسبه الضريبيه والقانونيه والكلام ده. وفي رساله جات لي اكتر من 40 مره بدون مبالغه، ناس تقول لي ان احنا مصدقين في المشروع ده، ومصدقين في الناس اللي معاك، ومصدقين في الطاقه اللي انت بتبذلها، فاحنا عايزين نيجي حتى نكنس كلمة. يعني حتى الفعل بتاع التنظيف ده، الناس عارفه ان احنا هناخد مسرح من الدشمل خالص، يقول لي ان انا، يبعت لي رساله انا عندي استعداد ان انا اكنس. فالفعل ده نفسه بيدل قد ايه ان في قدره على المشاركه وتنازلات كتير ليها علاقه بالايجو، يعني وبالانا وبالكلام ده، ان في واحد محترم جدا داخل بيقول انا ممكن اكنس معاك في المسرح، فده